إذا هذا القسم الأول، يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا، والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب شرعية رقية كالرقية، حسية كالدواء. الثاني، بعض الناس هدانا الله إياه يعلق على البيت، على السيارة، على الأولاد أشياء منها، رأس ثور، رأس أسد، حوت، عين، كف، حافر الفرس، بعض الأشجار، بعض الخرق، بعض الكتابات، بعض القطع التي تكون من الحيوانات الميتة، جلود كذا، أو يكتب بعض الكتابات على البيت، يكتب عين الحسود لا تسود مثلا. لماذا يا أخي تضع هذه الأشياء؟ قال لأنها جعلها الله سبحانه وتعالى أسباب للدفعين. نقول هذا شرك أصغر. وإذا قال لا، هذا رأس الثور هو الذي يطرد الجن والشياطين، هذا شرك أكبر. يا أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد، لديه دور بيوت، صحيح، لديه دواب، ما وضع شيئا من هذا، ولا الصحابة رضوان الله عليه. فلماذا نضع نحن؟ من الذي يحفظ لنا هذه الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى. وتوكل على من؟ قال على الحي الذي لا يموت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إذا لا يمكن أن نصنع هذه الأشياء، وهذه كثيرة موجودة عندنا في هذه الأيام، لابد أن نحذر ونحذر منها والله أعلم. الأصل الثاني، السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك، السؤال الثاني تسأل عنه في قبرك، ما دينك؟ بالله يسألك سائل وأنت تمشي في الطريق يقول ما دينك؟ إيش تقول؟ الإسلام ديني، أنا مسلم، مكتوب عندي في الهوية ميم سين لام ميم، ميم سين لام ميم. هو لا يعرف إلا هذا. تسأل ما هو الإسلام؟ لا يدري. من نبي هذه الأمة؟ لا يدري. هذا مسلم؟ هذا لا، ميم سين لام ميم. وأراد الكفار أن نصل إلى هذا الإعراض عن دين الله بالكلية، لا يتعلم ولا يعمل. ما هو الإسلام؟ قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، والانقياد له بالطاعة. مسلم تطيع، أذن المؤذن، لماذا لا تصلي؟ مسلم؟ قال نعم، إذا لابد تصلي. والبراءة من الشرك، وهذا قلنا وسطية أهل السنة في التعامل، لابد أن المسلم يتميز عن اليهودي عن النصراني، لا يمكن أن يحب اليهودي والنصراني. يحب له الخير؟ نعم، والخير في دخوله في الدين الإسلامي. يفي له بالعهود؟ نعم. يتعامل معه في البيع والشراء؟ لا إشكال فيها. هذا الإسلام. مراتب الدين كم؟ ثلاث مراتب. الدين الإسلامي ثلاث مراتب، ثلاث درجات. المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. كل مرتبة لها أركان، أركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، والإحسان ركن واحد والله أعلم. هل الصحابة رضوان الله عليهم، السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع القرآن مع جبريل عليه السلام؟ إذا لماذا نحن نقول على طريقة السلف ولا نتذاكر العلم؟ وهذا ممكن يقول ما أحد يوم من الأيام سألني ما هو السؤال الذي تسأل عنه في قبرك. لماذا لا نتذاكر أخواننا؟ هل هذه طريقة السلف المذاكرة أو لا؟ طريقة السلف تذاكروا العلم وتناوبوا، كانوا على العلم أخواننا، لهم عندهم كانت مجالس للمذاكرة. طيب، إذن قلنا المرتبة الأولى الإسلام، والإسلام أركان الإسلام خمس. شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق، يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، أكفر بجميع ما يعبد من دون الله، أثبت العبادة لله أحد لا شريك له. لا إله إلا الله بناء، هذا البناء سقف يقوم على عمودين، مثل هذا الدولاب الآن يقوم على أربع، لا إله إلا الله يقوم على عمودين. العمود الأول تكفر بجميع ما عبد من دون الله، نفي. العمود الثاني إثبات، إذا أسقط عمود سقط البناء. إذا لابد في لا إله الله من ركنين، نفي وإثبات، كفر بالطاغوت، إيمان بالله. لا إله نافيا جميع ما عبد من دون الله، إلا الله مثبت عبادة الله وحده لا شريك له. الثاني، قال النبي عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة. لماذا قال إقام الصلاة ولم يقل الصلاة؟ لماذا؟
حتى تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله بشروطها وأركانها واجباتها ومكملاتها السنن، وتنتفي عنك الموانع. وقال إيتاء الزكاة. لماذا قال إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ لأنه لابد أن تؤخذ من أموال معينة في زمن معين بمقدار معين إلى الأصناف الثمانية. لأنه كثير من الناس يسأل الشيخ يقول أريد أدفع الزكاة لأمي، لزوجتي، لأولادي، لأخي. لا، ليس على ما تحب، مفهوم؟ إيتاء الزكاة لم يقل الزكاة. وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج يجب في العمر مرة على المستطيع، ومن استطاع يبادر الحج ولا يتأخر والله أعلم. الإيمان، قد يسألك سائل يقول ما هو الإيمان؟ هل أنت من أهل السنة تقول أسأل الله يجعلني منهم؟ أنا لا أزكي نفسي، أسأل الله يجعلني من أهل السنة والجماعة وياكم. يقول طيب ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة؟ تقول لا أدري. الإيمان عند أهل السنة لابد فيه من أمور خمسة. أركان الإيمان ستة، التعريف لابد فيه من أمور خمسة. قول باللسان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، تقول بلسانك. وهذا اللي تقوله بلسانك لابد أن تعتقد بقلبك، ما تشك في طرفة عين، وتعمل بقلبك وتعمل بجوارحك. تعمل بقلبك تخاف من الله ولا تخاف من أحد كخوفك من الله، تحب الله ولا تحب أحد مع الله، وتعمل بالجوارح، تصلي، تصوم، تتصدق، يزيد وينقص. إذن الإيمان عند أهل السنة لابد فيه من أمور خمسة. تعريف الإيمان: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل القلب والجوارح، يزيد وينقص. السؤال الأول: إنسان يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه، يقول كل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعتقد بقلبه، ماذا أقول عنه؟ لا يتكلم، ترى يسحب الجوال، انتبه. نعم، ما عنده الإيمان كامل. نعم نعم، ارفع صوتك يا رجل، كافر، خطأ، ليس مسلم، منافق، ليس عنده إيمان كامل، خطأ، ليس مؤمن، خطأ، منافق. لكن لابد أن تقول نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار. الذي يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه منافق، نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار، لأن عندنا نفاق أصغر، صح؟ تمام. إذا أنا بعد هذا نقول السؤال الثاني: إنسان يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد التوحيد، يعتقد الاتباع، يعتقد القرآن، الصحابة، كل شيء، لكن لا يقول بلسانه وهو صحيح معافى قادر على الكلام، ماذا نقول عنه؟ أعيد السؤال مرة أخرى: إنسان يعتقد كل ما جاء به الكتاب والسنة لكن لا يقول بلسانه وهو صحيح معافى قادر على الكلام، الإيمان ليس كامل، يقول غير مسلم، مع غير مسلم. ها ها يا شيخ، أئمة الكفر على هذا، فرعون على هذا، إبليس على هذا، أبو جهل على هذا، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. أنا أردت بالسؤال هذا أننا نتعلم أننا لسنا أهلا للفتوى، لسنا أهلا أبدا، لا أنا ولا أنتم، خلاص اتفقنا؟ تمام. إذن الإيمان قلنا يقول الإيمان قول، عمل، اعتقاد، يزيد ينقص. إذا اختل شيء هذا ليس بإيمان عند أهل السنة والجماعة، مفهوم يا أخي؟ لو يقول بلسانه يعتقد بقلبه يقول هذا ليس بإيمان عند أهل السنة، هذا كفر، أئمة الكفر على هذا، خلاص. طيب، أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره والله أعلم. الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. والله عيب أن يسألك وأنت طالب علم، بعض الناس يقول كيف أؤمن بالله؟ تقول لا أدري.
أقل شيء لابد أن نضبط شرح مختصر أركان الإيمان الستة. تريد تكون مؤمن؟ كيف وأنت لا تعرف شرح أركان الإيمان؟ ما معناها؟ كيف أحقق الإيمان؟ أن تؤمن بالله، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتؤمن بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا سبحانه وتعالى. طيب ما الأدلة على وجود الله؟ الأدلة على وجود الله كثيرة جدا لا حصر لها. يمكن أن نجمل الأدلة في أربعة أدلة. عقل، نعم عقل، عقل لا يمكن أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الثاني الحس، تكون في كرب شدة، ترفع يديك للسماء تقول يا رب فرجها، تنفرج، دليل محسوس، ترى بعينك. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على منبر عليه الصلاة والسلام بالمدينة وما في السماء من سحابة، لم ينزل عليه الصلاة والسلام من على منبره إلا ولحية النبي صلى الله عليه وسلم تقطر ماء. هذا دليل محسوس ملموس، رأوا الصحابة، رأوا السحابة تخرج من وراء سلع. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار أخذوا يدعون، الصخرة تنفرج الأول، الثاني تنفرج، الثالث خرج يمشون، دليل محسوس ملموس. الرابع هذا مهم لكم، الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه بتعلم اللغة الهولندية. إذا لم تعلم الولد اللغة العربية معنى هذا أنه سلك الطريق لماذا؟ لغير الفطرة. صحيح يتعلم لغة هولندية لا إشكال، لكن لابد تعلم السنة، تعلم الفاتحة، تعلم ويقرأ مفاتيح العلم، لابد. ما الذي يمنعك أن تتكلم مع زوجتك أولادك في البيت باللغة العربية؟ إيش اللي يمنعك؟ الشيطان يريد تصل إلى هذا، يهوداني أو ينصراني ومجلساني. والله لما أنت تعرف هذا أكثر مني. الرابع من الأدلة الكتاب والسنة، هذه كثيرة جدا، بل ابن القيم رحمه الله يقول أن التوحيد لا تخلو منه آية، لا تخلو منه آية، وهذا كثير والله أعلم. الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. كيف نؤمن بالملائكة؟ نؤمن أنهم عالم غيبي، عالم غيبي يعني غابوا عنا لا نراهم، نؤمن بهم دون أن نراهم. خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح روح القدس وأجساد، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وعقول وقلوب، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام وبما علمنا الله من أسمائهم مثل جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، وأعمالهم مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي، صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم، والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. هذا الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالكتب هو الركن الثالث. كيف أؤمن بالكتب؟ نؤمن بأنها كلام الله، الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، لا يماثل كلام الخلق، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف ما شاء، بكلام له صوت وحروف ومسموع. ونثبت أن جميع الكتب كلام الله وأنها منزلة مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بجميع الكتب وبما علمنا الله من أسمائه، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى عليهم الصلاة والسلام، من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب، يعني لا نطالع في هذه الكتب. نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. نأخذ بما جاء في الكتاب والسنة. هذا الإيمان بالكتب والله أعلم. الإيمان
الرابع بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبما علمنا الله تعالى من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم، وأن أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والله كاذب وكافر كفرا أكبر، لا نشك في طرفة عين. ختمت النبوة والرسالة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الإيمان الخامس باليوم الآخر. المراحل التي يمر بها الإنسان هي كالأيام، عندنا مراحل خمسة أو أيام خمسة. يوم قبل أن تخلق، يوم قبل أن تخلق في العدم، ويوم وأنت في الأجنة، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر برزخ، ويوم آخر الأيام. هذا اليوم الآخر، إذن بهذا الاعتبار كم عدد الأيام؟ خمسة. كيف أؤمن باليوم الآخر؟ تؤمن باليوم الآخر بأن تؤمن بكل ما يكون بعد الموت. إيش يكون بعد الموت؟ خروج الروح، قبض الملائكة لها، صعودا بها للسماء، تفتح وتغلق لأبواب السماء، عودتهم بالروح إلى الجسد، يسمع قرع نعالهم، سؤال الملكين على الأصول الثلاثة، عذاب القبر، نعيم القبر، البعث، النشور، الجزاء، الصراط، الجنة، النار، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر، الركن الخامس من أركان الإيمان. السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب أربعة، يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاده وتكوينه. العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. الثاني: أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كل شيء مكتوب. الثالث: المشيئة. هذا يقول: الآن بعد الدرس أريد أذهب إلى الفندق، شاء الله أن يذهب الفندق ذهب، شاء الله أنه لا يذهب والله لا يمكن أن يذهب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع: الخلق. فالعبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوق، والله خلقكم وما تعملوا، الله خالق كل شيء. هذه مراتب أربعة. ماذا أصنع أنا؟ لابد أن تؤمن بهذه المراتب الأربعة، تحسن الظن في الله، تقول أن الله اختارني بأن أكون من أهل السعادة، أسأل الله يجعلني وأكون منهم من أهل الجنة، أعمل أسعى لهذا وأنا مؤمن، أدعو الله وأعمل وأحسن الظن في الله وأتجنب طريق أهل الشقاء، وأدعو الله أن يجنبني هذا الطريق وإياكم يا رب.